كابتن علاء هو يمكن اتكلم في البدايه وقال احنا لعبنا كويس، مش كويس قوي، ولكن احنا لعبنا بصفه عامه يعتبر كويس كاول مباراه ليه النهارده، ويبدو من كلامه ان كانت الاداره الفنيه فعلا ليه. واضحه يعني احنا كنا اجتمعنا كده ان مستر موسيماني هو المسؤول عن المباراه النهارده. الاول من اول راجل من اول ثانيه واقف على الخط، هو اللي بيوجه، هو اللي بيتكلم، فواضح ان هو المباراه كان هو اللي بيديرها النهارده. صحيح. الاسئله كتير جدا جدا، اسئله بعيده واسئله قريبه واسئله على ناس مش موجوده، لكن هو كل كلامه كان بيتكلم على حاجتين. هو مبسوط من الاداء، وده كان الحمد لله كلامنا كلنا في الاستوديو هنا، الاداء الى حد كبير هو مبسوط النهارده من اول مباراه ليه. الوقت كان ضيق جدا، ما قدرش طبعا يعمل كل حاجه ممكن كان يحضر بيها المباراه النهارده. اثنى على بعض اللعيبه كتير قوي، يمكن بس هو منزعج من حته الاصابات، صحيح، الشناوي، يمكن ايمن اشرف، اشاد باحمد فتحي وراح الشمال ولعب، اكتر من لعيب اتكلم عنه كويس. كهربا طبعا بدنيا هو اتكلم عنه، قال بدنيا لسه مش فت قوي، دي حقيقه. لكن شكل الاداء في الملعب ايمن، لا هو راضي عنه، لكن ناقص ماتشين بس. هي المشكله اللي احنا كنا فيها حتى وكان بيتكلم، هو بين نارين، عنده بارتين. صحيح. ما بين ان هو عايز يوصل للاداء او يوصل للشكل الامثل لفريقه اما يوصل الوداد، وما بين ان هو خايف من الاصابات، والاصابات دي هي اكتر مشكله هو يعني قلقان منها جدا. قلقان منها جدا جدا. صحيح. ان ما عندكش بدائل الحاجات كلها قليله. فهو دلوقتي هيفكر يريح مين ويلعب مين، وعايز برضه لحد كبير يوصل للشكل النهائي والناس اللي هتنفذ طريقه لعبه في الوداد. فدي خد بالك مش سهله على فكره على مدير فني لسه يا دوب جاي، ما فيش يومين.